في جو رمضان والسهريات اللي تعودنا عليها احتضن البارح المسرح البلدي سهرة الحضرة للفاضل الجزيري صحبة مجموعة من المنشدين والعازفين والراقصين واللي تم خلالها مزج بين الآلات الموسيقية العصرية والتقليدية. السهرة كانت مراوحة بين الماضي والحاضر والانفتاح على المستقبل بالأزياء التقليدية وبتعبير الأجساد من خلال اللوحات الراقصة اللي برز فيها العنصر النسائي. الحاضرين تفاعلوا مع نغمات الحضرة وأكدوا أن السهرات الرمضانية ما تحلى كان بالجو التونسي اللي يذكر بتاريخ البلاد وتراثها الثري. التجديد ضروري وكذلك المزج بين الآلات الموسيقية التقليدية والعصرية، هكا حكى أحد العازفين المشاركين في السهرة واللي اعتبر أن الحضرة تصمد وتتطور عبر الزمن لتصبح علامة ومرجع في المشهد الثقافي. ظهر لي عملية هذه تعطي نوع من تحيي الحضرة، تخليها كونتمبورين، تخليها العباد اليوم والغدوه يسمعوا الحضره، اليوم تم اليوم يا دي جون يسمعوا الحضره، ومشايخ معناها تلقى الراجل الجد والولد ولد الولد يسمع في الحضره. سهره الحضره كانت عباره عن اختزال فني يتكون من ثلاثه ابواب، من استهلال الى ختم 25 قطعه، مقدمه في اداء انفرادي ثم ثنائي ثم جماعي، مشفوعه بلوحات راقصه لتونسيات مبدعات.